أهلا بكم. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جدة اليوم لإجراء مشاورات مع حلفاء إقليميين وسط توترات متصاعدة مع طهران. وقبيل مغادرته الولايات المتحدة متوجها إلى السعودية، كشف بومبيو عن الإعلان عن عقوبات اقتصادية جديدة اليوم على إيران، مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن تريد مباحثات مع إيران. هذا وكانت قد تصاعدت التوترات مع إيران عقب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها اخترقت مجالها الجوي للتجسس، وهو ما نفته واشنطن يوم الخميس.